احنا موجودين في هذا الشارع الحيوي جدا، ولكن زي ما انتم شايفين معظم المحل في محلات فاتحه، لكن محلات كتيره قافله النهارده. لكن مش ده طبيعه شانزليزيه ومش دي طبيعه فرنسا. واحنا جينا النهارده من المطار عشان نوصل مقر اللي احنا مقيمين فيه في الشارع ده تحديدا، خدنا نص ساعه. لو في الظروف العاديه اللي هي مش قبل احداث الارهاب 13 نوفمبر كنت تاخد ساعتين على الاقل عشان توصل. اولا زحام رهيب جدا، مفيش، شوارع مقفوله، بشر مبدوره بشر. النهارده بيتكلموا على انخفاض السياحه، النهارده بنتكلم من 25-30% في اقل من اسبوعين. بنتكلم على فرنسا اللي بيجي لها 65-70 مليون سايح، اتاثرت من 25-30% من عدد السياح. الناس بدات قلقانه جدا رغم ان احنا جايين من مصر، الطياره اللي احنا جايين ما لهاش موضع، ما فيهاش كرسي فاضي، والله لا عشان تبقوا حضراتكم والله ما فيها كرسي. والناس تقول لك الف فرنسا، لا، ناس سعيده انها جايه، خايفين انه في ارهاب، ولكن الارهاب مش هيهزم الدول، عندنا مش هيهزمنا وهنا مش هيهزمهم. والناس محبه انها الناس تعيش حياتها زي ما انتم شايفين، الناس موجوده. بس الكلام ده ما كانش من اسبوعين، من اسبوعين الشارع ده كان فاضي، كان الناس بتجري لوحدها واصلا ما بتنزلش من البيوت عشان تجري. لكن النهارده بكره الشوارع دي كمان هيقفلوها اعتبارا من الصبح عشان قمه المناخ، هتتقفل الشوارع، طريق المطار والطرق الحيويه كلها مغلقه. وطلبوا المواطنين ما ينزلوش بسياراتهم الخاصه اللي هي نازلين بيها دلوقتي، يركبوا المواصلات العامه، هيركبوا الاتوبيسات، يركبوا القطارات، يتحركوا بوسائل المواصلات العامه، ولكن السيارات الخاصه بكره مش هتبقى موجوده في الشوارع. عشان كده كمان